قال الله العظيم في كتابه الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مع أن الإنسان لا يستطيع أن يأكل إلا بحجم معدته، ولا أن ينام على سرير إلا بحجم جسمه، ولا يمكنه أن يكون في مكانين في وقت واحد، لكنه يجمع أكثر مما يستطيع أن يستوعب. يبني قصرا ب1500 غرفة، مع أنه لا يستطيع أن ينام إلا في غرفة واحدة وعلى سرير واحد، ولا يحتل إلا مقدار جسمه. الناس كما قلنا أن جسم الإنسان محدود، لكن عواطفه شهواته رغباته بلا حدود، ويجمع بمقدار رغباته لا بمقدار حاجاته. يعني لو أن بعض هؤلاء الذين يملكون المليارات من الأموال، لو أنهم في كل يوم كانوا يأكلون الدولار، يصنعون منه مرق ويأكلونه، فإن أموالهم وثرواتهم تبقى أكثر من ذلك حتى لو طال بهم الزمن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع أصحابه، بإصبعه الشريف صنع مربع ووضع نقطة في وسط المربع، قال: هذا هو الإنسان، وهذا أجله، يعني كفى بالموت حارسا كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. ثم خط خطا طويلا خارج هذه الدائرة، هذا المربع، قال: وهذا أمله، أمل بلا حساب طويل، هذا أمل. ما الذي يمكن أن يمنع الإنسان من أن يعرف الحقائق الكبرى التي قلنا إنها: أولا أن لنا ربا وصاحبا وسيدا ومالكا، وأنه ثانيا يريد لنا الخير، وأن لنا عدوا لا يريد لنا إلا الشر، وأن أساليبه ماكرة، وأنه يركب مراكب عواطفنا وشهواتنا ورغباتنا. ما الذي يمكن أن يقف أمام الميمات الثلاث: ميم المرأة وميم الملك وميم المال؟ ميمات ثلاث. ميم الموت، حينما يأتي في بالك أن ترتكب جريمة ما، أن تسرق لا سمح الله، أن تعصي الله معصية من المعاصي، تذكر الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ما من شيء خلقه الله وفيه الحياة إلا وحدد له زمن، هذا الزمن إذا انتهى فهو ميت. الموت مكتوب ليس على الإنسان فحسب، إنما هو مكتوب على كل حي، وقهر عباده بالموت والفناء. إذا تذكرت أن هنالك موتا، وأيضا ميم الموت وميم المحاسبة وميم المجازات، تحاسب على كل فعل، بل تحاسب على النية. في الروايات إن الله تبارك وتعالى كرم نبيه بأن المؤمن بالإسلام بالدين بالنبي بالأئمة الطاهرين إذا نووا شرا، إذا واحد من عندنا نوى شر الله ما يكتب عليه، لكن إذا فعل يكتب له، وإذا فعل حسنة يضاعفها 10،
وإذا فعل سيئة يحاسب بمقدار السيئة. لكن أكو قضايا يحاسب عليها الإنسان حتى في نيته، إن بعض الظن إثم. إجا واحد دخل ظننت به سوءا، هذا الظن أحاسب عليه، هذا إثم، هذا حرام، مع أنه مجرد ظنيت. الآن في عالم اليوم يحاسب الناس على بعض النيات، بل وأحيانا يقتلون على النية. لو أنك في أي دولة من الدول التي يسمونها ديمقراطية، لو أنك يعني رأيت شخصا وأخبرك بأنه يريد أن يقوم بعمل إرهابي وما أخبرت الشرطة، هو يحاسب ويعاقب، وأنت أيضا تحاسب وتعاقب، ليش ما خبرت؟ صلوا على محمد وعلى محمد، عفوا. إذا كنت تنوي عملا إرهابيا فأنت إرهابي قبل أن تقوم بعمل. إذا حسبنا حساب الموت والمحاسبة والمجازات، فإننا نستطيع أن نعرف حقائق الكون. ماكو أمام عيوننا حواجب تمنع. أحد الأسباب التي تدفع الناس إلى معصية الله الأمن من الموت، عدم ذكر الموت، ما يتذكر، ربما يتذكر الموت، موت الآخرين، بس هل حدث أنك تصورت موتك؟ هل حدث وأنك تصورت حينما جنازتك يدخلونها في اللحد من رأسك، الرجال يدخلوه من رأسه داخل القبر، هل تذكرت؟ هل تصورت؟ هل حاولت؟ لا، لأن الموت وارد كريه. الموت مجرد ذكرى يخلي الإنسان يصاب بالكآبة، ما يرتاح إذا عمله. لكن إذا وضعنا الموت أمام أعيننا وحسبنا حساب وحذرنا أنفسنا مما يحدث لنا عند الموت، حينئذ كثير من أمورنا تصلح. ليش الإيمان بالآخرة يصلح حياة الإنسان في هذه الدنيا؟ قال لي أحد الشباب مرة، قال أنتوا رجال الدين دائما تتحدثون عن الموت، ليش ما تتحدثون عن الحياة؟ إذا الحديث عن الموت هو حديث عن الحياة، حتى أعرف قيمة الحياة، حتى أعرف أنا حياتي في هذه الدنيا محدودة وليست بلا حساب، وحتى أعرف أنني أحاسب أعاقب أثاب. على كل حال هذا حديث عن الحياة، الإيمان بالآخرة حديث عن الحياة، لأن المجرمين الذين يقتلون بسبب إجرامهم وهم شباب ما فكروا في هذه الأمور، أن هنالك ربا يرى ويعرف كيف ينتقم. الذين قاتلوا الإمام الحسين في يوم عاشوراء في سنة 61 للهجرة النبوية الشريف، بعد 6 سنوات هؤلاء اعتقلوا، والمختار الثقفي انتقم من قتلة الإمام الحسين. ترى 6 سنوات مو هواية، دولة مترامية الأطراف تحسب حسابها اليوم 70 دولة من دولنا، ملايين الكيلومترات، هذه انتهت. ليش؟ الله موجود، الله موجود. فالليلة كان ليلة عيد الفطر، كنت جالس في غرفتي، شفت خشخشة برا ساعة 1 بالليل، فطلعت برا فتحت الباب، شفت واحد انخش اختفى وراء شجرة كانت هناك. قلت منو؟ قال أنا. قلت تعال، شكو عندك؟ قال الحقيقة والدتي قالت أنا هالليلة مشتهية حلويات، رح اشتري حلويات. قلت ماما أنا شغلي أدور في المزبلة
قناني بلاستيكية ما بلاستيكية وأجمعها وأبيعها وما يعطوني فلوسي إلا بعد أسبوع أسبوعين. ليلة تريدين أنت حلويات، من وين أجيب لك حلويات؟ قلت لي ولدي روح الله موجود. قلت لي أصبر. رحت جبت له مبلغ من المال أعطيته، دمعت عيني. قال صدق؟ قلت لي الله موجود. قلت له الآن روح اشتري لنا حلويات أعطيها. هذا في المجازات على الأعمال الحسنة وكذلك على الأعمال القبيحة. الله يحاسب. أنت ما حاسب حساب الملائكة والشهود اللي عليك ورب العالمين وهو للظالمين بالمرصاد، لكن الله حاسب هذه الحسابات. في عهد هارون العباسي فرش سفرة طويلة عريضة، عزم له علية القوم. واحد من اللي جالسين هناك يوم اللي جابوا الأكل شاف طيور الحبارة هذه طابخيها وجايبيها، قام يضحك. قال ليش ضحكت؟ قال ليش قضية شخصية. قال ما يصير، تدري الطغاة طغاة، ما يصير واحد يضحك في مجلسي بدون سبب. ليش ضحكت؟ قال في الحقيقة كان عندي زميل وطلعنا معاه في البرية وكانت عنده أموال، فريدت أستولي على أمواله فحاولت أن أقتله. جلست على صدره، نظر شاف ماكو أحد يشهد، وإذا بالطيور الحبارة تطير. قال أيتها الطيور اشهدي على هذا الرجل يقتلني ظلما وعدوانا، وقتلته. أخذت فلوسه. ليش ما كان يخاف من هارون؟ لأن هارون وهذا شغله. زل الحكام العباسيين نفس الشيء، يقتلون الناس، يصادرون أمن الناس لكي يأمنوا، ويصادر أمنك حتى هو يكون في أمن، يصادرون أموال الناس لكي يعيشوا أغنياء. على كل حال قال له عجيب، قتلته؟ قال إيه قتلته. قال أيها السياف جيب النطع. كان يفرشون مثل سفرة حتى الدم الضحية لا يصيب السجاد. أيها السياف جيب النطع، جيب السيف. قال له شنو؟ قال الطيور شهدت عليك، هذا طير الحبارة شهد عليك، وانت اعترفت بعظمة لسانك حسب تعبيرنا وقتله. الله دائما بالمرصاد. الله يرصد، يرى وين ينتظرك عند الموت، يوم اللي انت وحدك واللي حولك ما مو يمك وانت مو يمهم، هناك يا سيدك الله حاسب. طبعا الله ما يحتاج يحسب حسابات، لكن الله حاسب لك كل حساب فيما يرتبط بهذه الامور. ان نتذكر الموت. شوف الامام الحسين ما الذي قال حينما هجموا على مخيمه، قال ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. اللي يخاف من المعاد لا يرتكب جريمة، اللي يخاف من المعاد لا يرتكب جريمة بحق حشرة، حشرة هم يؤذيها لن يحسب حساب. قيل أن أحدهم كان دائما يقول اللهم عاملني بعدلك ولا تعاملني بفضلك. قالوا له ليش؟ قال لأن أنا كل شيء مرتب، أنا ما مسوي شيء، لا قتلت لا زنيت لا سرقت، وأدي الواجبات اللي علي، ولذلك أنا أطالب الله أن يتعامل وياي بالعدل. رأى في المنام كأن القيامة قد قامت، وجاءوا به إلى الميزان فحسبوا حساب أعماله الحسنة، طاعاته، صلاته، صيامه، قيامه، الأعمال الخيرية اللي سواها، ثم قارنوا بين كل أعماله الحسنة ونعمة العين. نعمة العين رجحت على كل أعماله الحسنة. قال خلص أعمالك خلصت، هسه نريد نتعامل وياك بالعدل. تتذكر ليلة من الليالي كنت قاعد تستضيء بنور شمعة، وإذا بذبابة بعوضة جت قامت تدور حول الشمعة هذه، أخذتها صدتها ودخلت فرسيخ ناعم في بطنها وشويتها على الشمعة. احنا عدول،
الذبابه او البعوضه هم صاحبه روح، انت هم صاحب روح، باي حق شويتها على النار؟ الان نريد نشويك على نار جهنم. من هول ما كان يرى استيقظ من النوم، قال اللهم عفوا، استغفر الله، اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. الموت وارد كريه، ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. احنا نبتليكم. طبعا تقول انا اتذكر الموت، فلان مات، عزيز من اعزائي مات، صديق من اصدقائي مات. لا، موتك انت، انت حسبت حساب موتك. لعله كنت احد الميتين، احد الانبياء طلب من ملك الموت، قال لا تأتيني إلا بعد الإنذار، تجيني فجأة؟ قال ما يخالف. وإذا بملك الموت أمامه، قال جئتني زائرا أم قابضا؟ لا، أنا جئتك قابضا. قال مو اتفقنا وياك أنه يكون عندك إنذار قبل ما تجيني؟ قال أبوك ما مات، جدك ما مات، صديقك ما مات، أمك ما ماتت، كل هذه إنذار. هذا إنذار، كما ماتوا تموت. هذه انذارات رب العالمين يجيبها. يقال ان رجلا، طبعا يوم اللي يجي يجي بدون انذار، يعني مو انذار اكو بس لازم انت تفتح عينك، بس فجأة يجيك انا يا انت، يعني خلصت المهلة، خلصت المهلة، يعني ايش قد لازم الله يعطينا مهلة. أحدهم كان واقفا على شرفة غرفته، وإذا به يرى صوت جنازة وناس وجلجلة وبلبلة وكذا، طالع شاف الذول اللي يشيعون الميت، يعرفهم، هذا أخوه، هذا ابن خاله، هذا ابن عمته، هذا صديقه، ذول منه؟ الميت منه؟ كل ما نادى من فوق ما حد يستجيب له. وإذا به ينزل يسأل هذا ما يجابه، يسأل ذاك ما يجابه، هذا الميت منه؟ شاف الكل مشغول عنه، فقال زين أمشي ويا الجنازة إلى أن يودوا للمغتسل أروح أشوفه. ودوا الجنازة إلى المغتسل، دخل مع الجنازة في المغتسل، بس ما طالع الجنازة وقفت شعرات جسمه. منو كان؟ كان يتوقع كل أحد إلا صاحب الجنازة، شاف هو ميت وهذه جنازته تغسل. ترى أكو بعض الناس من هذا النوع، والذين ماتوا ورجعوا فترة قصيرة من الزمن أغلبهم يقولون هذا الشيء، أنه شفت نفسي. حتى أحدهم كان يقول رأيت نفسي في غرفة الطوارئ، لكن أنا فوق، هذا منه؟ هذا أنا، أنا منه؟ ما أعرف شلون صار. يوم اللي يجيك ملك الموت من هذا النوع يجيك، يقول والله عندي أشغال، عندي أعمال، آمالنا طويلة. يعني أنت تفكر باكر تموت؟ لا ما تفكر. بعد لحظة؟ لا ما تفكر. بعد شهر؟ لا ما تفكر. بعد سنة؟ أما تفكر، لا بعدنا موجود. الإمام علي يقول وكلون يبني بقاءها، كل واحد يحسب حساب أنه باقي أبد الدهر، ولذلك كل تصرفاته مبنية على أنه باقي، أنه باقي. ومن ثم فإنه لا يحسب حساب الحقائق الكبرى التي ذكرناها، أن هنالك ربا، وأنه إذا أنذرنا النبي بشير ونذير، بشير بالجنة، بشير بالثواب، بشير برضا الله، وأيضا نذير، نذير من الموت. أول مراحل الآخرة الموت. مرحوم شيخ عباس العقمي عنده كتاب منازل الآخرة، هذه من الكتب الجيدة واحد يقرأها، لأن نفس الشيخ وكان من المخلصين في أعماله، هذا نفسه وكتابه يأثر على الإنسان.
أقول لك مثال عن إخلاص الرجل. هذا الرجل كان في قوم، شيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان وصاحب مجموعة من الكتب، وكل هذه الكتب كتب ناجحة انصافا، يعني مفاتيح الجنان قد الشيخ تعبان عليه، ما أعتقد هواية تعبان. سابقا ما كانت أجهزة فوتوكوبي، كان لازم يستنسخ، يعني يقول مدة شهر كتب هذا الكتاب. لكن هذا الكتاب موجود عند كل المؤمنين، ويحصل بعض الأجر صاحب الكتاب المؤلف. والدي الله يرحمه كان يقول في اليوم جيت في صحن الإمام الحسين ليلة الجمعة، شفت شيخ عباس قاعد حزين، كان عنده ضيق في النفس. قلت له شيخنا ليش حزين؟ ليش قاعد هالشكل؟ قال ما أقدر أدخل، الحرم فيه ازدحام ما أقدر أدخل أزور. والدي يقول طالعت شفت كل واحد لدي يطلع من الحرم بيدفع كتاب مفاتيح الجنان. قلت له شيخنا كل واحد اللي دا يزور ويا شيخ عباس القمي، شوفهم دا يطلعون كتابك ويا. هذا الرجل كان عنده أبو ما يعرف يقرأ ويكتب، وكان يحضر مجلس أحد الخطباء في صحن السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر، فاطمة المعروفة بالمعصومة، فوق المنبر يقرأ من الكتاب. ترى سابقا الخطباء ما كان من حفظ يقرؤون قراية، ولذلك كانوا يسموهم روزخون. روزة هو اسم روضة، كتاب ألفه أحدهم في مصائب أهل البيت في كربلاء اسمه روضة الواعظين، فكان من الكتاب يقرأ. هذا منه؟ هذا الذي يقرأ كتاب روضة. فهذا كان يحضر خطاب هذا الخطيب، يجي إلى البيت يقول للشيخ عباس شيخ روح اتعلم من هذا الخطيب شلون هذا الكتاب، كتاب منازل الآخرة، يقرأ على المنبر والناس يستفيدون من عنده. ولا قلل أبو هذا الكتاب إلي، هذا تأليفي. شيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه كان من المخلصين، وعلى فكرة احنا ما عندنا الزهد المطلق في الحياة، لابد أن تكون زاهدا، بمعنى أن لا تظلم، أن لا تسرق، أن لا تدجل على الناس، أن لا تخدع الناس. لكن هل من الواجب أن تعيش في كوخ، في برية، في صحراء وتعبد الله بالصلاة والصيام؟ لا، رهبانية أمتي الجهاد، اللي يريد الرهبانية الحقيقية يروح يجاهد قتل في سبيل الله، بس ما دام هو باقي الله ده يمتحنه بالعباد، يعني يمتحن بعضهم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لازم تكون في وسط المجتمع، كان الشيخ في وسط المجتمع ويكتب كتاباته وإلى آخره. لكن الكلام عد كتاب منازل الآخرة يبين أول منزل من منازل الآخرة الموت، وإحنا كلنا نخاف من الموت، لكن ما بعد الموت أفظع وأفظع وأفظع. الموت مجرد باب، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن قصرت فالنار. المشكلة ما بعد الموت، لكن هذا الموت الذي هو حارسي وحارسك، يعني هو يحرسني يمنعني من أن أموت إلا يوم اللي يجيني الموت يقبضني. يعني النبي سليمان بن داود الذي أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يوم من الأيام قال أنا أريد اليوم ألتذ بملكي، هاي تعبيري أنا، أريد أشوف شلون يشتغلون الجن الإنس الطيور كلهم تحت اختياري، لا حد يزاحمني. رايح في غرفة واقف أمام الشباك متكي على عصايته، واحد دخل قال من أنت؟ لما دخلت بدون إذني؟ قال أنا ما أخذ إذن من أحد. من أنت؟ قال ملك الموت. ملك الموت؟ أقدر أروح أستريح هنا؟ قال له ما عندك فرصة وانت واقف هنا، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. قبض روحه بقى واقف متكي على منسأته على عصاه،
والجماعة ده يشتغلون ويشوفون صاحبهم سليمان ده يطالعهم يشتغلون وده يتعبون وكذا، إلى أن هذا العصاية صار فيها الدود، نخر الدود في عصاه فسقط. يوم اللي سقط عرفه هو من زمان هذا متوفي. يعني أنت أشرف عند الله من سليمان بن داود، أنت أفضل من هؤلاء نبينا، أنت أفضل من عنده. إنك ميت وإنهم ميتون. الله في كتابه ده يقول هذا الكلام، ما يقول أنت خالد، لا 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 أنت ميت. كل نفس ذائقة الموت، ماكو فد شيء تقدر تهرب من عنده. قل إن الموت الذي تفرون منه، إحنا نخاف من الموت، نفر من الموت، نعم. إذا صرت مريض تنتقل من طبيب إلى طبيب، هاي الدولة ما بيها أطباء ينفعونك، والله قالوا لي فلان دولة فيها أطباء، تروح هناك، تنتقل من مكان لمكان لمكان وأنت تفر من الموت، بس الموت وياك، الموت حارسك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يقول الإمام علي سلام الله عليه: إذا كنتم في إدبار والموت في إقبال فسرعان ما تلتقيان. يعني أنت لما تسوق سيارتك في شارع وأكو سيارة من بعيد جاية بالاتجاه المعاكس لك، بسرعة توصلون إلى بعض، لأن سرعتك وسرعة السيارة بسرعة توصلون. الإمام يمثل هذا المثال: إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فسرعان ما تلتقيان. شلون أنا في إدبار؟ نفس المرء خطاه إلى أجله، كل نفس ليقربك للموت، شئت ذلك أم أبيت. أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، ركبت قطار، ركبت سيارة، ركبت طائرة، نمت ما حسيت بحركة الطيارة والقطار والسيارة، لكن يجي لحظة يقول لك انزل يا بشكو، خلاص الرحلة انتهت، انزل. وتنزل. والغريب أن الإنسان منذ نزوله من بطن أمه في حالة النزول، يعني لا تقول أنا بعدني شباب وعندي قوة وعندي قدرة وعندي نشاط، لا 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 لا، أنت دائما في حالة النزول، لأن نفس المرء خطاه إلى أجله، تخطو باتجاه الموت. احسب حساب الموت، ضع الموت نصب عينيك. ومن جملة الأمور التي يجب عليك أن تضع الموت نصب عينيك وتحسب له حساب، ليس فقط المعاصي وإنما ضياع العمر، ما يمكنك أن تقوم به ولا تقوم. يعني احنا لا نحاسب فقط على أعمالنا، على تضيع أعمارنا. تشوف بعض الشباب يروح لك على الجهاز، على الموبايل، الهاتف النقال، بالساعات ينتقل من سايت إلى سايت، من مكان إلى مكان، كله مجرد تلهية. هذا يضيع عمره، هذا رأس ماله. كل الأمور التي نخسرها يمكن أن تعوض، إلا العمر لا يعوض. اللحظة التي أنت كنت فيها قبل ما تجي لهنا أو قبل شوي، هاي يوم اللي راحت بعد ما ترجع، خلاص لا فرق بين مليارات السنوات السابقة واللحظة اللي الآن راحت، هاي راحت بعد ما ترجع. هل حملت هذه اللحظة؟ هل حملتها طاعة؟ هل حملتها عملا صالحا؟ هل حملتها فكرا صائبا وصحيحا؟ هل حملتها شيء؟ يعني وراح من عمرك ولا تعود. ليش يوم القيامة عندنا درجات؟ لأن بعض الناس ينتهز فرصة حياته في هذه الدنيا ويقوم بالأعمال الصالحة دائما، وبعضهم يضيع عمره. نعم يقوم ببعض الأعمال ويستحق بها الجنة، لكن غير ذلك اللي دائما مخلي أمام عينه ثلاث ميمات: ميم الموت، ميم المحاسبة، وميم المجازات، في مقابل ميم المرأة، وميم المال، وميم الملك. خلي أمامك
الذين قاموا بالجرائم الكبرى في هذه الحياة ما أعتقد أحد من عندهم كان يفكر في موته أبدا، لو كان يفكر ما كان يقوم. فواحد الإمام علي أخذه أسيرا فقام يرجف، كان خايف، قال يا أمير المؤمنين لا تقتلني، قال إني أخاف الله رب العالمين، يعني ما قتلك أنت صرت أسير، الأسير عنوانه يختلف، فما لازم أنت تعذبه، ما لازم تهينه، ما لازم تفسق في وجهه، ارتكب جريمة قتل ضربة بضربة كما قال الإمام علي سلام الله عليه، ألا لا يقتلن بي غير قاتلي، لا ألفينكم بني هاشم تقولون دماء المسلمين تقولون قتل علي، إنما هي ضربة بضربة. وكان يقول أحسنوا إلى أسيركم، وكان يأكل الطعام والبقية يعطي إلى. في عهد الإمام علي سلام الله عليه قنبر جابوا له، قنبر طبعا ما كان مجرد خادم للإمام علي بالمعنى المصطلح، احنا كلنا خدم الإمام علي، لكن كان مرافق الإمام علي، يقوم ببعض أعمال يأمره الإمام بها. هذا الرجل جابوا فرد واحد سكران في شهر رمضان وسكر علني وده يشرب أمام الناس، جابوا أخذه حكموا عليه بالجلد، لكن قنبر ضرب أكثر، فإجا اشتكى عند الإمام علي، يعرف الإمام علي عادل والله أعدل العدول، احسب حسابك. فقال يا أمير المؤمنين ضربني أكثر، فقال لما ضربته؟ قال لتجرؤه، تجرأ في شهر رمضان لازم يصوم يشرب خمر أمام الناس لتجرؤه. قال له نعم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله سيد. نوم قنبر، قال له أخذ الصوت ضربة، كم ضربة ضربك أكثر؟ بمقدار ضربة. هذا علي، إني أخاف الله رب العالمين، أنا ما أرتكب جريمة، أنا ما أفكر في الجريمة. تعرف أغلب الناس بشكل عام أتكلم يفكرون في الجريمة، لكن أحيانا لا يوفقون لها، وهذه من نعم الله علينا أن الله يخلينا في أوساط، في ظروف ما نقدر نرتكب الجرائم، الحمد لله هذه هم نعمة إلهية. بعضهم يريد يسوي الجريمة ما يقدر ما يتجرأ إلى آخره. أكو كاميرات تسجل عليه، يوم اللي قالوا ترى هنا كاميرات الشرطة، خاف الله، يعني للسوق أكثر من المقدار المسموح لك، فأكو كاميرات عليك تسجل عليك، تدري كم واحد يسجلون عليك أعمالك؟ 16 شاهد. حينما يخرج أحدنا من قبره فإن على رأسه 16 شاهدا ممن رأوه يقوم بالجريمة، أولهم الله، احذر، فإن الشاهد هو الحاكم، القاضي يوم اللي يجيبون المجرم يدور على شهود لأن القاضي ما شايف، فإذا كان القاضي هو شايف المجرم ارتكب الجريمة يجيبه ويحكم عليه، بعد ما يحتاج شهود، ربما للقضايا القانونية يجيب شهود، لكن يكفي أنه رأى. الله هو الشاهد وهو الحاكم. زين، عندك أعضائك، لما شهدتم علينا؟ ليش شهدتوا علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اليوم نختم على أفواههم، من اللي يتكلم ويا الله؟ أعضائنا، أيدينا، أرجلنا، والملائكة منكر ونكير، الشاهدين اللي علينا، وفي بعض الروايات كل 24 ساعة الله يبدل الملائكة. الأرض تشهد عليك، السماء تشهد عليك، الزمان يشهد عليك، سواء كنت تقوم بأعمال صالحة وأعمال غير صالحة. الإمام علي ذهب إلى بيت المال وفرغ ما فيه على المحتاجين، على المستحقين، ثم كنس بيت المال، ثم صلى ركعتي صلاة، قال تشهدان لي يوم القيامة. هاي صلاتك تشهد إلك، صومك يشهد إلك، بالإضافة إلى إيدك ورجلك والملائكة والكذا، العمل هو يشهد إلك، أو لا سمح الله يشهد عليك. على كل حال،
نحن أمام حقائق لا يمكن إنكارها، يمكن نتغافل عنها، والغفلة من أكبر الموانع والحجب أمام الإنسان. تغفل عن الموت، تذكر الموت، تذكر أنك يوم من الأيام تموت، وحينما يأتيك ملك الموت ما يحسب حساب، أنت عندك شغل ناقص، كتاب مؤلفة كامل، فلان واحد اللي تشوفه، كل هاي ما يحسبوها إله. قيل أن واحد حفار قبور في النجف الأشرف وادي السلام، هذا جماعة مات عندهم زميل تاجر، عادة منو يحضرون في تشيع التاجر؟ التجار، في تشيع العالم العلماء، في تشيع الموظف الموظفين، عادة صغيرهم هم يشترك، فالإجائين كلهم تجار. وهذا الرجال كبير بالسن يواش هواش يحفر القبور، والجماعة يدردمون عليه، تخلص، يردون يروحون على أشغالهم أعمالهم، تخلص عندنا شغل، يا بي يا فلان خلص، نريد الميت ندفنه ونروح على أشغالنا. وما خلص، صعد قبل ما يخلص، قال عندكم أشغال؟ قال لو عندنا أشغال عندنا أعمال. قال ترى كل ذول أصحاب القبور هم كانت عندهم أشغال، مو بس أنتوا عندكم أشغال، ماكو واحد يروح مكمل كل شيء، ماكو، تالية تبقى أعمال باقية. ثم من يفكر في الموت ويعتني بموت نفسه وليس بموت غيره فإنه يقوم بأعمال. الموت بالنسبة إلى المؤمن بمنزلة الشربة الباردة في اليوم الصائف، وهل أنا إلا كشارب ورد كما يقول الإمام علي. ترى الموت صعب بالنسبة للكفار ملحدين مجرمين، بالنسبة للموت، بالنسبة للمؤمن لا، اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لا تخليها حتى الملائكة يحاسبوا. كل ليلة تريد تنام فكر اليوم شنو سويت، إيش قد ضيعت وقتك في الترهات في مجالس البطالين، أو رأيتني، الإمام زين العابدين يقول أو رأيتني في مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، تركتني في مجالس البطالين، إيش قد ضيع عمرك. أنت تقدر تفكر في قدرة الله، في عظمة الله، يعني في داخلك تقول الله أكبر حتى مو بلسانك، تستطيع أن تنطق بلسانك وما حد يعرف من عندك لا إله إلا الله الحمد لله، يعني كلمات كثيرة، وأنت تروح تجي أذكر الله وأذكر بعظمته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والله أنا مسوي لي فر الشغلة، أحد المراجع يقول جاني فد واحد يرد يروح للحج، سابقا اللي كان يرد يروح للحج يصفي أموره، يعني إذا عليه ديون يعطيه، إذا عليه حقوق يعطيه، يقول إجا هذا عندي، قال أريد أروح للحج أريد أصفي أموري. قلت تفضل، شنو عليك من حقوق؟ قال ماكو علي حقوق. شنو عليك واجبات ما سويته؟ ماكو علي واجبات ما سويته. شنو أعمال خير؟ قال كثير. قلت له مثلا أعمال خير، يبدو كان ثري غني. قال له والله قبل شهرين اجاني فد واحد اعطيته ربع دينار، صارت زحمه عليه خطيه، اعطاه ربع دينار. فلان واحد اجاني اعطيته كذا. شوف ترى رب العالمين اعلم منا واحكم منا، يريد من عندك نسبه، يقول 20%، عندك 100 مليون 20 مليون، 100 درهم 20 درهم، هذا فيما يرتبط بحقوق الشرعيه الخمس والزكاة وأكثر من ذلك. ما يصير ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع، ما آمن بي، هذا كلام صريح من رسول الله. يعني إذا أنت عندك طعام أو تقدر تطعم الفقراء المساكين في بلدك خارج بلدك، وتأجل، لتأجل، لأن ما تدري الموت شلون يجيك ومتى يجيك. قال
الإمام علي وهو يمر بقصاب قال يا أمير المؤمنين اليوم عندي خوش لحم حسب تعبيري أنا. قال الإمام ما عندي فلوس. تدري الإمام علي كان يحكم على 50 دولة من دولنا، مصر تحت إيده، إيران، العراق، بس الشام تمردت عليه، بقية الدول كلها كانت تحت إيده. ما عنده فلوس يشتري لحم، ليش؟ لأنه ما يسرق من المال العام، هذا يراه مال الناس. حتى الأخو عقيل وهو أكبر من عنده وبصير لا يرى، يوم اللي يجي عنده يقول أعطيني أنت أمير المؤمنين، يقول هذا والله لو كان المال مالي لقسمته بينهم بالسوية، كيف والمال مال الله، ما أعطيك. قال أعطيني يا أمير المؤمنين. قال اصبر رأس الشهر يجيني راتبي. قال راتبك ايش؟ قال قحط راتبك حسب تعبيرنا، راتبك اعطيني. قال اخو اليوم بعد الظهر نطلع وياك نروح للحيرة، اكو ناس عندهم دكاكين سادين الدكاكين رايحين يستروحون، نكسر الاقفال وناخذ من عندهم واعطيك. قال شنو انا اسرق؟ اسرق من الناس؟ الامام قال له تطلب من عندي ثكلتك الثواكل يا عقيل. تالي جاب له فرد حديده واحماها، يوم اللي وصلت الى قريب من عيده حسبيها علي هذا اتئن من نار سجرها انسانها للعبه، ولا ائن من نار سجرها جبارها لغضبه. انت تقول ما نسرق من الناس، اسارقا جئت تطلبني بالسرق؟ الإمام علي سلام الله عليه ما عنده فلوس، يطلع ليلة من الليالي يقول من يشتري سيفي هذا؟ فوالذي نفسي بيده لو كان عندي ثمن عشاء ما بعته. يعني الإمام علي لو هذا السيف موجود اليوم كم مليون يسوى؟ أو يأتي ويبيع ما عنده حتى يطعم أهله، ثمن عشاء ما عنده. القصاب قال له يا أمير المؤمنين خوش لحم عندي. قال ما عندي فلوس. قال أصبر على المال. الإمام علي قال أنا أصبر على اللحم، أنت تصبر على المال، أنا أصبر على اللحم. قال يا أمير المؤمنين بكرة أعطينا بكرة. قال هل تضمن لي أن أبقى إلى غد؟ ما تضمن. إخواني قل، هذا كلام يأمر الله ونبيه، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. بعدين ملاقيكم مو بس هذا، هو الحساب والكتاب، فإنه ملاقيكم. بعدين يوديكم وين؟ عالم الغيب والشهادة، اللي في داخلك غيب، نياتك غيب، الله يعرف الغيب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يشوف أعمالك ويعرف نيتك ويعرف اللي دا تفكر فيه، وأنا دا أتكلم وياكم دا يشوف أنا شنو دا أقول، المن دا أقول، هل خليت في بالي ما قاله الإمام زين العابدين؟ قال إذن لي لكي أصعد هذه الأعواد فأقول كلمات لله فيهن رضا وللمستمعين أجر وثواب. واللي عندي في النية ثانية، أريد والله فد واحد يمدحني، أريد فد واحد يقول والله خوش كلام قلت، هذا ما تمشي عند الله. ثم الله يوديكم عند عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله يا مهدي حجة الله. حجة الله يا مه علي علي عجل اللهم خلي يداوي اللطمة، عجل اللهم خلي يداوي